الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سعيد الأضحى المبارك، نعاد عليكم باليمن والسعادة والصحة والبركة. من أعلى نقطة بسوريا، من على أعلى نقطة بجبال سلمفيه. إيه والله حبينا نعيدكم اليوم من 1000 كيلومتر عن سطح البحر، حبينا نعيدكم ونقولكم كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك، إن شاء الله يكون أيام العيد كلها سعيدة عليكم. اليوم فيديو اليوم رح تشوفوا 4 أيام العيد لنا فيها تقريبا كل محافظات سوريا. إحنا على كتير محافظات وأهم المصايف، زرنا كتير شغلات يعني حلوة، زرنا يعني آثار شغلات حلوة، فيعني لازم تشوفوا كل التفاصيل تبع الفيديو. فقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل شيء جديد، والانستغرام والفيسبوك تيك توك تبعنا تلاقون تحت سندوا الوصف، وبنحبكم كتير. ويلا خلينا نروح. صباح الخير، صباح الورد، كل عام وانتم ألف ألف خير، وأضحى مبارك على الجميع، يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير والسعادة والهنا والسرور. ما في أحلى من هالأيام المباركة، عيد الأضحى المبارك، ينعاد على الجميع بألف خير يا رب. هلأ نحن طلعنا من صلاة العيد، الحمد لله رب العالمين، بعد غربة 6 سنين وأخيرا صلينا في بلدنا صلاة العيد. ما في أحلى من هالشعور، الحمد لله رب العالمين. شوفوا الأجواء الصباح، عالم كلها طالع من الصلاة هلا. عيد أضحى بعيدكم كمان. عيد أضحى مبارك على الجميع. وهي ديدي بدها تعيد عليكم كمان. كل عام وأنتم بألف خير، وينعاد عليكم بألف صحة وعافية يا رب. شوفوا عجقة العيد، هلا عجقة الدنيا. الناس كلها رايحة. كلها رايحة على المقابر. تزور الأموات. تزور أمواتها، الله يرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب. صوت تكبيرات العيد. هلا هذا عم بيع القاس، هذا هون واضح اكثر، هذا بحطوه على القبوره الصبح. هو عباره عن خضار بوحد ربه يعني. هي القاس، في ورود كمان بده ياخذ ورد. اجواء كثير حلوه، ما بحسن اوصف لكم الشعور، اكيد وقت واحد يكون موجود الشعور غير. انت عم تسمعي تكبيرات العيد بكل محل. طبعا هذا الشيء والغربه واحد بيفتقده كثير. وشوفوا لي هلا اول فطور عيد وسفره عيد هون بسوريا من الشام، ببلدنا سوريا الحبيبه. هدول الفطاير بابا هلا رحنا اشتريناهم بعد صلاه العيد، وهذا الحلو العربي، وهي الكرابيج، وهدول كمان الفطاير، زعتر وفليفله والعصير. وهون احلى ماما بالدنيا قاعده. صباح الخير، عم انت بألف خير، وانت بألف خير، مجهزه حالك على الجميل يعني. السفره متواضعه طبعا. ايه بس يعني بس احنا كثير مبسوطين لانه كمان منا يعني ببيتنا. هلا انا طلعت على البلكون حتى افرجيكم الفيو تبع الغرفه تبعيتنا، شوفوا ايش قد المنظر حلو. هاي الريسبشن تبع الاوتيل، وفيه مثل مول صغير، هون الاسانسورات. شوفوا الزينة، وهدول محلات بيبيعوا عطورة. شوفوا هون هاي هيك على الطرز القديم، هدول ايش وهي هي قلعة حلب. شوفوا هدول اللي بنشرب فيهم مي بخلوها باردة. هدول هون محل مجوهرات، وهيك في محل اكسسوار. شوفوا المسابح ما احلاها هون. واو. وهاد هون ايش ماما؟ هاد
هذا زي الفلكلوري، شوفوا ما احلى التفاصيل تبعه شلون حلوه، هذا تبع البنت المراه وهذا تبع الاولاد، وهون في كمان هذا المحل كله بيع شغلات عربيه، في اراجيل سوفينيرات يعني. يا شوفوا هذا المحل شغلات كلها صغيره، هاي للقهوه المره، هدول الحصن والجمل. مدخل الاوتيل مع احلاش لون مزين بالورد، وفي مي كثير حلو المدخل بتجنن. وهلا بنهار اول يوم العيد جايين هون على مول، شوفوا ما اكبر وما احلى. احنا بقلب المول بس لسه ما فاتحين يعني، لسه مسكرين، بس في المطاعم والكافيات، شوفوا بس ما احلى، وكثير يعني عالي، في كثير طوابق هون. هي منطقه الالعاب للاولاد يفرحوا بالعيد ويتسلوا. طلبنا، قعدنا بكافيه تحت، طلبنا عصاير فريش، ماما طلبت جزر وانا طلبت جبس. دخلنا على السوبر ماركت نتفرج، شوفوا مناظر الدنت ما احلاها، في فطاير وبيتي فور. وهلا دخلنا نكمل نهار العيد بعشاء هون بمطعم اسمه ألف ليلة وليلة، يعني هالمطعم عن جد ألف ليلة بليلة، يعني عن جد كثير بجنن. فهلا رح أبلش، هو كثير كبير، رح أبلش نفطر فيه وفرجيكم عم هنا. شوفوا هذا هون ايش اسمه البرج ماما؟ البرج بيزا المائل. شوفوا هو عن جد مايل، حتى نفس المنظر بس انه تقليد. وهي هون القصر ورا مثل قصر، وهي العالم هون لبس زي وعم تتصور. في هاي السفينة اللي هون شايفينها قدامكم، عاملين قعدة عليها، هو يعني أكثر من ركن وكله قعدات قعدات. وهي هون اللي بيقعدوا فيه وبجر الحصان، ما عربية. وهونيك مثل ما شايفين في كمان قصر، هلا بنروح على الطرف الثاني بنفرجيكم. هذا أي برج ماما؟ هو نفسه بس على صغير، وهو عن جد مايل على الحقيقة. إذا بتطلعوا عاملين له شوي مايل، وهلا إذا بركي بنطلع لفوق حسب همة ماما ما بعرف. هي هون فوق عاملين قاعدة على منظر سفينة، هذا المطعم كله هيك قعدات قعدات. وهون شوفوا هلا طلعنا على الجسر، تحت فينا وفير كل ألوان وأجواء حلوة وبتجنن. يلا ماما نمشي. وهون على الطرف هذا في قعدات، وعلى الطرف الثاني كمان في قعدات، وقدامنا في قعدات، بكل محل في قعدات. مكملين هلا المشوا تبعيتنا، ولقينا كمان ركن ثاني مثل قصر هون، منظره كثير حلو، شوفوا ما احلى. فهمت عليكي، تذكروا فوزي لسه وليله. هلا وصل المقبلات، شوفوا هون هاي البطاطا بكزبره، هذا الحمص البرك، وهي اليالنجي سيزر سلاد، والكريم توم والمخلل والمخلل. وهلا جاهزين حتى ناكل الكريسبي تبعي، وهون المشاوي تبع ماما، وهي هون فيليه لحمه، شوفوا ما احلاها. وهي الفيو من فوق من البرج، طبعا ما طلعنا كثير لفوق بس شوفوا شقد حلو.
هون كتير حلوة جوج حانة وهيك عادي ماما لنشوف الجوج أحي مريحة وهي يمكن بيعملوا عليها الشاي أو الشي يعني بتحسي حالك ما بعرف شلون يعني كل منطقة لها طعم شكل ومحل شكل يعني كل منطقة بتحس حالك سافرتي على محل يعني اللي بده يسافر يجي لهون وهذا المدخل تبع المطعم شوفوا في حصان والديكورات كتير حلوة شوفوا التريا بس ما أحلاها